السلام عليكم. الخليج يتحرك إعلاميا هذه المرة من أجل اليمن. اليمن وقضيتها المصيرية كانت أبرز ما جاء في بيان اجتماع مجلس وزراء الإعلام الخليجي حول اليمن. البيان أكد على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف جميع الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام العربي والدولي وفق منهجية إعلامية متنوعة ومتعددة كاملة التنسيق. الدور الإعلامي والتوجه نحو الرأي العام الدولي لكشف الخطر الإعلامي المهدد للأمن اليمني والعربي بشكل عام وما قد يخلق هذا التوجه من انضباط في السياسة الإعلامية للخليج في اليمن، فما هي الخطوة العملية بعد هذا الاجتماع الاستثنائي؟ وما الذي يمكن أن تنعكس عليه هذه الخطوة على صعيد الإعلام اليمني؟ والأبرز في كل ذلك، إلى أي مدى يمكن وضع النقاط على الحروف في معركة الإعلام المهمة والحساسة؟ ولما كل هذا التأخر في المسألة الإعلامية؟ وهل بمقدور التوجه الإعلامي الجاد صياغة سياسة إعلامية متعلقة بالمشروع العربي والمصير العربي بشكل عام؟ وما تأثير الإعلام المساند للتحالف والشرعية على الرأي العام الدولي الذي يتعرض لتضليل واضح من قبل لوبي القسمة المطولة في المنطقة العربية؟ تلك التساؤلات والتناولات ستكون في حلقتنا لهذه الليلة حول البيان الإعلامي لوزراء مجلس التعاون، فكونوا معنا بعد مشاهدة هذا التقرير. الإعلام ثلث الجيش ونصف المعركة أو هكذا قيل، ربما هو ما اتفق عليه وزراء الإعلام الخليجيون في اجتماعهم الاستثنائي الذي كان اليمن وما يعانيه أبناؤه في الداخل والخارج المحور الأبرز فيه، حيث أكد وزراء الإعلام الخليجيون في بيانهم على ضرورة تحمل أجهزة الإعلام بدول المجلس مسؤولية كشف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لصالح أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح من استهدافهم المدنيين والقصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية وغيرها من الأماكن المحرم استهدافها في القانون الدولي واستخدام الألغام المحرمة دوليا والحصار الجائر ضد مدينة تعز والتعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية للشعب اليمني. ولعل إيجاد جبهة إعلامية موحدة من شأنها ردم الفجوة التي طرأت على مشروع التحالف العربي وهو يخوض معركته المصيرية في مواجهة أخطر تهديد على الأمن اليمني والعربي بشكل عام، إلا أن الأهم من ذلك بحسب ما أعلنه بيان الاجتماع هو أهمية التواصل مع الإعلام الدولي الذي يبدو أنه ملعوب عليه من قبل قوى لها أطماع في المنطقة سعت لتضليل الرأي العام الدولي عبر أدواتها المختلفة والمساواة بين الضحية والجلاد لتغطية جرائم الميليشيا. كان تركيزنا الأكثر على الإعلام في العالم الخارجي خصوصا باللغات المختلفة وكيفية نقل الرسالة سواء عن طريق المواطنين الخليجيين أو سواء عن طريق اليمنيين أنفسهم لإظهار بشاعة ما يقوم به نظام علي عبد الله صالح المخلوع وما تقوم به الميليشيات الحوثية من انتهاك لحقوق الإنسان وجرائم حرب بحق اليمنيين وبحق السعوديين على الحدود وحتى المقيمين. على صعيد الجبهة الإعلامية اليمنية يبدو أن المؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية مدركة لطبيعة اللحظة الحرجة التي يعيشها البلد بل والمنطقة العربية برمتها رغم غياب الجبهة الإعلامية الداخلية لوحدة الخطاب الإعلامي، غير أن بعض الأصوات الفردية المحسوبة على الإعلام الخليجي ترضخ للحملات الإعلامية المضللة والممنهجة من قبل الطرف الإيراني وحلفائه، وكما قيل الإعلام المضلل طرف ثالث بالمعركة. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا لمناقشة هذه الحلقة عبر الهاتف الدكتور عمر عبد العزيز الأكاديمي والمحلل السياسي من الإمارات. مرحبا بك دكتور عمر. مرحبا وسهلا. بداية دكتور، بالتأكيد تابعت بيان مجلس وزراء الإعلام الخليجي حول اليمن، ما هي قراءتك الإجمالية لهذا البيان؟ هذا البيان له أهمية استثنائية في تقديري الشخصي لأنه يتعلق ببعد عسكري حقيقي وأمني واجتماعي وثقافي ونفسي وسيكولوجي حتى، بمعنى آخر أن التركيز على المسألة الإعلامية أصبحت الآن أمر في غاية الضرورة. وهنا أود الإشارة
إلى أنه من الضروري بمكان أن يتم إعادة مؤسسة الأجهزة الإعلامية التابعة للشرعية انطلاقا من عدن وأينما تيسر في مختلف المدن اليمنية. فلا يعقل بحال من الأحوال أن لا يكون هناك تلفزيون يعمل من الداخل المسيطر عليه من قبل الشرعية ومن الداخل المحرر من الميليشيات، وبالتالي هذه مسألة جوهرية لإيضاح الحقائق من الداخل بالدرجة الأولى. والداخل ليس فقط بثاً تلفزيونياً وإذاعياً ونشاطاً صحفياً، ولكنه أيضاً المنطقة التي يمكن أن تقدم لكامل الإعلام الخليجي والعربي الحقائق المادية الواقعية التي تجري على الأرض من خلال التواجد الإعلامي في الداخل بالدرجة الأولى. نحن هنا نستطيع أن نقول أن هنالك جهد كبير يبذل من قبل الإعلام الخليجي والعربي على وجه العموم لمناصرة الشرعية ولمناصرة الخروج من نفق الأزمة على قاعدة العملية السياسية السلمية التي ارتضاها اليمنيون، ولكن بالمقابل لا نجد مثل هذا الأمر من قبل الإعلام التابع للشرعية اليمنية. يعني لا يعقل بحال من الأحوال أن لا يكون هناك تلفزيون وإذاعة وصحافة في عدن وفي لحج وفي أبين وفي كل المناطق التي تسيطر عليها الشرعية أو التي تتواجد فيها الشرعية. أنا أعتقد أن العملية الإعلامية في هذا الظرف عملية معقدة ومركبة من جهة، كما أنها عملية مؤثرة إلى أبعد الحدود، لأنها تستطيع أن تظلل ليس فقط الرأي العام اليمني والعربي ولكن أيضا الرأي العام الدولي. ولقد رأينا بعض الأقوال التي تتكرر في بعض الصحف البريطانية والأمريكية ذات الطابع غير واضح تماما وغير مدرك لما يجري على الأرض من انتهاكات جسيمة. نحن عندما نتحدث على سبيل المثال عن الاغتيالات السياسية وعن التفجيرات وعن استخدام الأساليب الإجرامية في مواجهة الخصوم في كل مكان، فلا بد أن نشير بالبنان إلى من يعملون هذه الأعمال، علي عبد الله صالح ومن يلتحق معه في هذه المعادلة المتكثرة والمعادلة الخرائدية، هم الذين يقومون بهذه الأعمال. كايز تقطف على مدى أشهر على مرأة ومسمع من العالم برمته. هناك أيضا عديد من الأعمال التي لا تدخل في إطار الفعل العسكري التقليدي الذي يمكن أن يمارس في إطار الصراعات العسكرية البينية، ولكن تدخل في إطار جرائم الحرب بكل ما في الكلمة من معنى. نعم. وهنا نستطيع القول أن ما قاله وزراء الإعلام في دول الخليج العربي هو أمر في غاية الأهمية، لأنه يوجه بالدرجة الأولى رسالة للشرعية اليمنية ثم رسالة إلى المجتمع العربي وإلى المجتمع الدولي. أما فيما يتعلق بالإعلام الخليجي فقد كان هناك حضور كما نعلم جميعا وحضور لا بأس به، ولكن الإعلام الخليجي في نهاية المطاف ليس متموضعا في الساحة اليمنية وفي الداخل اليمني بكل تواجره وبكل نعم. طيب دكتور، يعني لاحظنا أن البيان ركز على مخاطبة الرأي العام يعني العربي والدولي أيضا كما تفضلت، ما هي دلالة هذا التركيز على الرأي الدولي خاصة يعني بعد هذه الفترة؟ يعني نحن نتحدث عن أقل من سنة من الحرب. من المهم جدا أن يعرف العالم بأمته ما يجري هناك، من المهم جدا أن تكشف هذه الجرائم، الجيوب الإجرامية التي تمارس هذه الممارسات غير السوية، هذا الإقلاق غير الطبيعي للأمن في المناطق المحررة وخاصة في مدينة عدن. من أين تنبع؟ من هي الجهات التي تدعم هذه المسألة؟ لا بد من وضع هذه المسائل، ولا بد أن يعرف المجتمع الدولي أن ما يجري في اليمن لم يعد أمرا داخليا يمنيا ولكنه أمر إقليمي ودولي بامتياز. هؤلاء المجرمين إذا ما تمكنوا من الفرار بأفعالهم التي يفعلونها، فهذا يعني تماما أن مؤسسة الإجرام ستتوسع وستنتشر أفقيا ورأسيا. ولهذا السبب نحن نرى أن المناطق الشرقية على سبيل المثال وخاصة حضرموت يتموضع فيها أيضا جيوب لهذا الإجرام باسم العقيدة وباسم القاعدة وباسم الدين وباسم كل الأساليب التي يمكن أن يتدثر بها كل المافياويين أينما كانوا ومتى ما كانوا. نعم. طيب الدكتور، ما هي برأيك أهمية إيجاد سياسة إعلامية موحدة الخطاب بين اليمن والخليج، خاصة يعني وأنت وضعت بعض الملحوظات المهمة في الإعلام اليمني التابع للشرعية؟ من الضرورة بمكان يكون هناك إعادة تفعيل حقيقي للإعلام الداخل بالضرورة، من الضرورة بمكان عدم التأخير في هذه المعادلة، بالإضافة إلى تفعيل الإعلام على قاعدة الاشتغال الحقيقي عبر الوسائط المتعددة والمواقع الإلكترونية. وهنالك من يبذلون جهود في
في هذا الجانب بشكل كبير، بشكل تطوعي، بشكل مؤسسي بهذا القدر أو ذاك، العديد من المواقع الإلكترونية. ولكن المطلوب أن يطال الخطاب عموم الناس وأن يكون هناك مخاطبة حقيقية. هنالك طبعا إعلام جيد وإيجابي ومساهم، ولكن من الخارج في الغالب العام كما هو الحال بالنسبة لبلقيس أو غيرها من المحطات الفضائيات الإذاعية والتلفزيونية. ولكن المطلوب أن يكون هناك عمل بالداخل حتى في تعز نفسها، يمكن أن يكون كذلك حتى في ضواحي صنعاء. اليوم أصبحت هذه المسائل متاحة وميسرة أكثر من أي وقت مضى، ولا بد من أن تتبنى وزارة الإعلام هذه الفكرة وأن تشرع تماما في فتح الأبواب والنوافذ للإعلام يكشف الأكاذيب والتلفيقات التي تعمل. نحن طبعا كنا نتمنى أن يكون معنا وزير الإعلام، ولكن للأسف لم يجب علينا. ابقى معنا قليلا دكتور عمر. يعني ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سليمان العقيلي. مساء الخير أستاذ سليمان. مساء النور لك ولضيفك ومستمعيكم الكرام ومشاهديكم الكرام. مرحبا بك معنا أستاذ سليمان. وبداية يعني من وجهة نظرك، ما هي أو ما هو الهدف الرئيسي للبيان الإعلامي لدول مجلس التعاون؟ وفي الواقع المنطقة كلها مثل منطقة الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي الآن تعيش يعني مرحلة دقيقة وحساسة كما يعرف الجميع، وفي منعطف يعني حرج وتاريخي. وهذه المواجهة المصيرية الوجودية تستخدم فيها جميع الأسلحة القوة الناعمة والقوة السلبة، والإعلام هو عنصر مهم وفعال من عناصر القوة الناعمة. نعم. التي تدار فيها حرب الأفكار وحرب العقول والإقناع والاقتناع. وشاهدنا في هذا الاشتباك التقليدي الكبير مع إيران ومع مشروعها الفارسي كيف تستخدم الإعلام العربي وخاصة من بيروت التي كانت مصدر للإشعاع الفكري العربي القومي العربي، وأصبحت الآن منارة للتضليل والدعاية الإيرانية. وليس فقط الدعاية السياسية، وإنما حتى الدعاية الأصولية الدينية الطائفية التي تريد نشرها في أرجاء وطننا العربي. فالحرب يعني تاخذ مسارات مختلفه سياسيه وفكريه ودينيه، ونحن في وطننا العربي وفي اقليم الجزيره العربيه والخليج العربي عشنا سنين طويله بامن واستقرار وفي ظل عيش مشترك بين كل طوائف الوطن الكبير، وليس هناك تمييز بين فرد وآخر بناء لا على الدين ولا على المذهب ولا حتى على الفكرة السياسية. ولكن الذي حصل الآن أن هناك مشروعا يراد مشروع فتنة دينية ومشروع تصدير ثورة طائفية سياسية يراد لها أن تهز أركان الاستقرار والأمن العربي، ويساعد المشروع الإيراني في تحقيق أهداف. وقوة كبرى رأينا كيف هي تريد أن يتحقق هذا المشروع الإيراني بأسرع ما يمكن، وتدعم هذا المشروع الإيراني، وكأنما هناك تلاقي بين القوى الإقليمية الاستعمارية الإقليمية والقوى الاستعمارية الدولية. ولذلك فإن الإعلام في واقع الأمر له دور فعال في تنوير الأمة. طيب دكتور، يعني عفوا أستاذ سليمان، يعني
نعم، هذه الأهمية للإعلام الذي تتحدث عنها، يعني هناك من يرى أن اجتماع وزراء الإعلام الخليجي جاء متأخرا للتنبه لأهمية الإعلام خاصة للرأي الدولي، يعني هل ترى ذلك من وجهة نظرك؟ نعم، يعني هو في واقع الأمر أنه التأخير حاصل في موضوع الإعلام الرسمي، ولا شك أنه الإعلام الرسمي متخلف عن الإعلام الخاص بمراحل، ولكن أن يتحرك الإعلام الرسمي متأخرا خيرا من أن لا يتحرك. وبالخصوص أختي الكريمة أنه هذه الهجمة الاستعمارية الجديدة الذين أسميهم أنا المستعمرون الجدد، لأنه خليط بين مستعمرين إقليميين طامعين في أرضنا وبين مستعمرين دوليين أتوا عبر البحار، هو في الواقع هم يستخدمون أبناءنا عبر تجنيدهم في جماعات إرهابية، ومن ثم يقوون هذه الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، ومن ثم أيضا يستخدمونهم كذريعة للتواجد على الأرض العربية وذريعة للقصف الأراضي العربية وذريعة لتدمير المدن العربية وذريعة لإبقاء وتسويق فكرة الحكام الطغاة الجاثمين على صدر الأمة ممن يلقون دعما دوليا وإقليميا خاصة من إيران، لأننا نجد واقع الأمر أن المستعمرون الجدد يحاولون تنصيب قادة يمثلون الأقليات في المنطقة في المشرق العربي، وهذه الفكرة في واقع الأمر غير مقبولة وغير مستساغة لا سياميا في الحضارة العربية ولا حتى في قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الغربية، ولذلك فإن أفضل وسيلة لتدعيمها بقاء هذه الطغاة هي الفوضى الخلاقة التي يستخدم فيها الإرهابيون والمتطرفين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عمر. دكتور عمر، يعني يقولون إن الإعلام ثلث الجيش ونصف المعركة، كيف تقيم أداء الإعلام خاصة يعني فيما يخص دول التحالف؟ أنا أعتقد أنه بذلت جهود حقيقية وكان الإعلام مواكب إلى حد كبير جدا في دول التحالف لما يجري في الساحة الليبية، ولكن كما أسلفت قلت أن هنالك بعض الحقائق الميدانية وبعض الشواهد المرئية والظاهرة والحاضرة بشكل كبير جدا. الفاعل الأكبر فيها هو الإعلام في الداخل اليمني. هنالك إعلام يمني أيضا في الخارج وله دور مهم في هذا الجانب، ولكن في نهاية المطاف الفعل في الداخل أمر استثنائي وله أهمية بالغة، لأنه ليس فعلا يهتم بالوقائع العسكرية والحربية فقط، ولكنه أيضا يعكس الجوانب الحياتية والاجتماعية المختلفة ومعاناة الناس. ومن هنا أنا أشدد وأركز كما أسلفت من قبل في ضرورة تفعيل الإعلام في الداخل، ولا بد من أن يكون هذا التفعيل أفقي إلى حد كبير جدا أينما تيسر. وفي الحقيقة نحن نتحدث الآن عن مدن بكاملها وعن مناطق واسعة بكاملها هي محررة من الميليشيات، وبالتالي ليس هنالك مبرر لا بالمعاني المادية ولا بالمعاني المهنية ولا بالمعاني التقنية لأن يكون هنالك توقف في الأداء الإعلامي بأنواعه المرئية والمسموعة والمقروءة. هذه واحدة. الجانب الثاني، الإعلام التفاعلي عبر الوسائط المتعددة أيضا بحاجة إلى مزيد من العناية والدعم وإلى مزيد من بث روح المصداقية حتى نختلف عن الإعلام الذي يكذب. إذا كانوا الميليشياويين والصالحيين يكذبون فعلينا أن نكون صادقين، وعلينا أن نعود الناس على أن حبل الكذب قصير، وتبعا لذلك فليتمتعوا هم بما يكذبون به على الناس، ولكن نحن أكثر مصداقية وأكثر وضوحا فيما يتعلق بتبني المشروع الوطني الاتحادي المتعدد الأقاليم اللامركزي الدولة الحديثة العصرية
التي تتناغم مع الوطن وتتناغم مع الإقليم وتتناغم مع العالم السوي بإجماله. نعم طيب الدكتور، يعني هناك تدابير ضرورية لابد أن تتخذ في هذا الجانب وبأسرع وبسرعة. وبهذه المناسبة أود أن أقدم رسالة وتمني شخصي من قبل رئيس الجمهورية الأستاذ عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء ووزير الإعلام أيضا، لأن عليهم بشكل استثنائي أن يحرك المؤسسات الإعلامية بدءا من مدينة عدن وبقية المدن اليمنية المحررة. لما برأيك يا دكتور، يعني هناك إهمال لهذا الجانب، هل هو عدم إدراك من قبل الحكومة لأهمية الإعلام؟ أنا لا أجد يعني أنا أتكلم بصفتي إعلامي قديم وعتيد وأدرك كل الإمكانيات المتاحة، وأنا أعتقد أنه ممكن إطلاق الفضائية في عدن خلال 24 ساعة وإطلاق الإذاعة في عدن وإطلاق الموجات القصيرة والمتوسطة بكفاءة بالغة، وأيضا تحريك وكالة الأنباء في عدن، وممكن أيضا إصدار صحيفة الصحيفة اليومية صحيفة 14 ساعة. هذا كله أمر متاح وسهل في تقديري الشخصي، وأنا أقول هذا الكلام عن معرفة ودراية وعن معرفة دقيقة بالكوادر المهنية الموجودة، وتبع لذلك كل المناطق الأخرى أيضا تتوفر على هذه القابليات، من سعيد إلى لحج إلى حضرموت في كل مكان على الإطلاق. نعم طيب دكتور، يعني كنت تتحدث عن أن حبل الكذب قصير وهذا ما يستخدمه ربما الإعلام المغاير، ولكن يعني أيضا العام الرأي العام الدولي يتعرض للتضليل من قبل هذه الجماعة، وربما هي تسعى لخلخلة الأمن في المنطقة العربية بشكل عام. كيف يمكن مواجهة مثل هذا التضليل الذي يصل إلى الرأي العام الدولي؟ واحدة من سيئات الحروب أن الفقاقيع والشوشرة والصخب تصل إلى كثير من الناس، وبالتالي هنالك تأثير سيكولوجي على الناس، هنالك لاعب على عواطف الناس وعلى وجداناتهم وعلى حقائق وعلى ممكن يكذبون على الواحد وهو في عقر دائره. وطبعا لذلك أنا أعتقد أن هذه الأساليب التي تتبع من قبل الإعلام الذي أسميته مغاير وليس بمغاير هو إعلام ضلالي وكاذب، لأنه يتبع مؤسسة مجرمة، مؤسسة مافيوية، وهذا الإعلام الذي يتبع هذه المؤسسة المافيوية المجرمة هو إعلام يكذب بالضرورة ويحاول أن يشوشر كما يفعلون فيما يتعلق بالاغتيالات وفيما يتعلق باستخدام القنابل وبما يستخدم بأدوات التخريب المختلفة، وكما فعلوا في حكومة الأستاذ محمد سالم باسندو عندما كانوا يهاجمون أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز. هذه كانت كلها وسائل للشوشرة ولإطلاق فقاقيع ولإقلاق الناس في حياتهم في سكينتهم وللقول بأنه لا بد من العودة إلى الوراء، وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال، ليس بسبب رغباتنا وأمانينا ولكن بسبب قوانين التاريخ الجبرية التي لا يمكن أن تعود إلى الوراء. نعم طيب دكتور، كيف يمكن تفكيك مثل هذه الشائعات؟ هذه المنابع كلها. نعم كيف يمكن تفكيك مثل هذه الشائعات التي تحدثت عنها؟ بكل بساطة بمزيد من تفعيل الأداء الإعلامي الرصين والعاقل والمتزن والصادق، مزيدا من التفعيل، ولكن لا يعقل بحال من الأحوال أن تتلقى الشرعية الضربات على مختلف الجبهات وتسكت. هذا والله هذه المشكلة. ما الذي يمنع من إصدار الصحيفة في عدن على سبيل المثال أو صحيفة الجمهورية في تعز؟ ما الذي يمنع من تحريك القنوات التلفزيونية النائمة والمطروحة في الثلاجة؟ ما الذي يمنع؟ الإمكانيات هذه كثرة كبيرة جدا. أنا أود أن أقول لك حاجة بسيطة جدا. نعم. اليوم بالإمكان تحريك الإمكانيات الإعلامية الفضائية والإذاعية والصحفية بأدوات بسيطة ومختصرة طالما يتواجد العنصر البشري العليم والمهني. ما عدا ذلك كلها أمور سهلة وبسيطة. نعم. إذن اسمح لنا دكتور أن نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليك وإلى السادة المشاهدين. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عمر. دكتور عمر، لو تحدثنا عن أو عدنا إلى مخرجات البيان الجماعي لدول مجلس التعاون، كيف يمكن إحداث حالة تنسيق متكاملة مع الإعلام اليمني المقاوم والمساند للشرعية برأيك؟ من الضرورة بمكان أن تكون هناك مبادرات واضحة المعالم ومتسارعة،
المبادرات واضحة المعالم المتسارعة تتعلق بإعادة تنشيط الإعلام في رؤية واضحة المعالم، وهذه الرؤية قائمة على المصداقية، قائمة على التفعيل، قائمة على التشبيك الأفقي للقابليات الإعلامية المختلفة، ليس فقط في إطار المرئيات والمسموعات والمقروءات فيما نسميه بالصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة، ولكن أيضا فيما يتعلق بعالم الوسائط المتعددة والمواقع الإلكترونية ومبادرات الأفراد. بمعنى آخر، هذه المسألات كلها لابد أن تكون قائمة على رؤية متجددة. نحن الآن في حالة حرب، وهذه حرب مفروضة وهي حرب جبرية لا مفر منها، وبهذا المعنى لابد من أن يكون هناك مرئيات تضامنية واضحة المعالم وتشاور، وإعطاء أولوية لهذا الملف كما نعطي أولوية لبعض الملفات الأخرى. هذا الملف في غاية الأهمية، لأن هذا الملف يخلق شوشرة كبيرة جدا، ليس في الداخل الياباني فقط ولكن في المستوى الإقليمي العربي وعلى مستوى كل التواجد المهجري الياباني والعربي أينما كانوا. هنالك شوشرة كبيرة جدا، وهذه الشوشرة يمكن سد منابعها تماما من خلال هذا التفعيل وهذا الوجود التشبيكي الذي نسميه أنا وجودا تشبيكيا إعلاميا شاملا. وأنا أعتقد أننا نتوفر على التواجد سواء على مستوى الخليج العربي أو على مستوى اليمن، ونتوفر على الإمكانيات والقابليات، ومن حسن الحظ أننا في زمن الفضاء المفتوح، الفضاء الإيثيري أو الفضاء الأثيري الذي يسهل إلى حد كبير جدا وصول الإشارات ووصول الخطاب ووصول المعاني إلى مختلف الناس. وهذا أمر في تقديري الشخصي يتطلب مبادرة، بل أكاد أقول مبادئة استراتيجية. والمبادئة تعني فيما أقصده تعني تماما إعطاء أولوية والتحرك السريع والقدرة على ابتكار أساليب وطرق جديدة تماما في التعامل مع هذه الحكاية. نعم، اسمح لنا دكتور أيضا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب الصحفي من تعز. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ عبد العزيز، ونحن نتحدث عن بيان اجتماع وزراء الإعلام الخليجي بشأن اليمن. نود منك أن تحدثنا عن الأذرع الإعلامية لإيران في المنطقة العربية وخطرها أيضا على الأمن القومي وعلى الهوية العربية. من الواضح أن إيران تشتغل منذ وقت مبكر على جوانب عدة، منها تقريبا ما يتعلق بالجانب الإعلامي، وهناك شغل بدأ في أوقات مبكرة في بعض المناطق، مثلا تعتبر بيروت عاصمة أو تجمع لشبكة الفضائيات التي تتبع إيران في والتي توجه خطابها للمنطقة. هذه الفضائيات هي لدرجة رئيسية تلتزم خطاب إلى حد ما يشتغل على القضايا الموجودة في المنطقة وقضايا الصراع بالذات التي تأخذ طابع طائفي. وهذا الأمر بالتأكيد أنه يهدد المنطقة ويهدد الدول العربية المتاخرة، لكن في مقابل هذا هناك أيضا حالة من الاسترخاء العربي في مواجهة هذا الشغل الإيراني المحكم والصبور. أيضا إيران ذروعها تغلغلت في كل مكان، كلما طالت يدها إلى منطقة ما في وتدخلت في الصراع السياسي، كلما أيضا نسجت شبكة من القنوات والإذاعات وخلقت خطابا إعلاميا وسياسيا محددا يؤدي بشكل أو بآخر إلى خلق حالة من ما يمكن تسميته بوجدان طائفي واحد في بعض المناطق. تلاحظين أن هناك مثلا قنوات إعلامية وتلفزيونية في اليمن وفي سوريا وفي لبنان، وهي تتبع أذرع ميليشيات الطائفية، وهذه القنوات لديها إمكانيات هائلة إلى درجة أنها تمتلك شبكة مراسلين متواجدين في مناطق الصراع، بالذات في مناطق الصراع التي تشترك في بعض النقاط المرتبطة بالجانب الطائفي كالصراع في منطقة في سوريا والصراع في العراق والصراع في اليمن. هذا النمط من العمل بالتأكيد له مخاطر كبيرة على المنطقة، وبالتأكيد إذا ما حاولت التحدث إلى أحد اليمنيين المتلقين مثلا بما يصدر عن بعض هذه القنوات ستجدين بأنه أقرب في نفسيته إلى 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 نظيره الشيعي في المناطق الأخرى في سوريا وفي العراق، رغم الفوارق الكبيرة فيما يتعلق
في الخلفيه المذهبيه. لكن في نفس الوقت هذا الاداء هو شكل من اشكال الاستثمار بهدف خلق الكثير من المشاكل في المنطقه واحداث الكثير من الانقسامات، في ظل ايضا كما قلنا حاله استرخاء عربي مرتبكه لا تعرف ماذا تفعل، لم تشتغل في الاعلام بالشكل اللائق وكما ينبغي. ايران بلد ضعيف من الداخل، هو عباره عن فسيفساء مكونه من عرقيات واثنيات وقوميات مختلفه، وحتى على المستوى المذهبي لا اعتقد ان هناك عربيا او الغالبيه العظمى من العرب يعرفون ان هناك بلدا عربيا محتلا اسمه الاحواز ومساحته 300,000 كيلومتر مربع وموجود داخل ايران، ويتعرضون هؤلاء الناس للاضطهاد ويتعرضون الكثير من الاشكالات ويمنعون من لغتهم وابنائهم العربيه. وليس هناك ورغم هذا الكم الكبير من الفضائيات العربيه ليس هناك معلومة واحدة تصل للمتلقي العربي بشأن ما يحدث لهؤلاء الناس في هذه المناطق. إيران لديها بالتأكيد مشروع هي تشتغل عليه بخطوط مختلفة، وبالتالي تحاول التغلغل في المنطقة بطريقتها إلى درجة أنها تستطيعين أن تلتقط إيران في واجهة الشاشة التي تمولها. مثلا هناك طابع محدد حتى في الشكل، ستجدين بان المذيعه التي ترتدي الحجاب والديكور الخلفي وحتى ايضا فيما يتعلق بالخطاب في شكل من اشكال الوحده في طبيعه الخطاب في المضمون وفي الشكل، هذا هو الاساسي كما قلنا مخاطبه هذه المذيعات. اسمح لي أن أنقل وجهة نظرك أستاذ عبد العزيز، يعني نشك معنا الدكتور عمر. دكتور عمر، يعني برأيك بعد حديث الأستاذ عبد العزيز الذي تحدث عن الأذرع الإيرانية الإعلامية الإيرانية في الوطن العربي، برأيك ما هي الاستراتيجية المناسبة لمواجهة الاستراتيجية التمزيقية التي تمارسها إيران أو الإعلام الإيراني؟ ماذا عزيز، كلام صحيح دقيق ويشخص الى حد بشكل واضح تماما الاستراتيجيه الايرانيه في العمليه الاعلاميه، لانها استراتيجيه نابعه من ايديولوجيا، نمط نظامي هو نظام ولايه الفقيه. والمشكله في هذا النظام انه يعني يتحدث باسم الدين ويتدثر باسم مذهب من المذاهب، ولكن في نهايه المطاف هو نظام مشوفيني بامتياز، نظام عنده رؤيه انتقاميه تاريخيه غامضه الى حد كبير جدا، ليس فقط ضد العرب ولكن حتى ضد الشعوب في ايران. نحن نعرف ان هنالك انساق من الثقافات والتعدديه الايديولوجيه والتعدديه الدينيه في ايران والتعدديه حتى المذهبيه، وكل هؤلاء الناس مقموعون داخل ايران نفسها. وبالتالي ايران الملالي، ايران مؤسسه ولايه الفقيه، هي مسيده بزجاج قابل للتهشيم والتكسير، وبالتالي اذا ما رمى العرب الحجاره عليهم هم الذين سيتعبون، لسبب بسيط جدا ان الحاضن المذهبي التاريخي في المنطقه العربيه برمتها كان حاضنا وسطيا لكل المسلمين بل لكل الاديان، بينما هذا الحاضن الذي يتدثر به الايديولوجيين الدينيون في طهران هو حاضن يعني يستبعد الاخرين وضد المذاهب المختلفه وضد الاديان المختلفه، وشاهد على ذلك ما يتعرض له العرب في الاحواز والبلوشستان في بلوشستان وغيرهم من التركمان وغيرهم من الاقوام وحتى الاكراد. نعم. اذا تبعا لذلك نحن علينا ان نقرا هذه الحقيقه وان نقدم للمجتمع الايراني بنفسه وباللغه وباللغات المختلفه داخل ايران ان نقدم لهم حقائق ما يجري داخل ايران نفسها. التركيبة الديمغرافية الإيرانية، التركيبة القومية في إيران المتعددة إلى حد كبير جدا، التركيبة الدينية المتعددة إلى حد كبير جدا، التركيبة المذهبية المتعددة إلى حد كبير جدا، حتى نثبت تهافت الخطاب الذي يمارسه الشوفينيون الفرس، وليس كل الفرس، بعض الفرس الشوفينيين هم الذين يمارسون هذا الخطاب وهم الذين يتدثرون بالعقيدة الشيعية الجعفرية كذبا وزورا، والحقيقة هم أول من انتهك هذه العقيدة، انتهكوها بولاية الفقيه. ونحن نعرف أن هنالك صراع بيني داخل هذه المؤسسة الحاكمة بين من يسمون بالمحافظين وبين من يسمون بالإصلاحيين، ولكن في حقيقة الأمر هذا الصراع البيني القائم بينهم قائم على أساس خلاف
في التفسير المذهبي من جهة واختلاف دنيوي الامتياز من جهة أخرى، واعتقاد عند الإصلاحيين بأن هذا الأسلوب والاستمرار في هذا الأسلوب في معاداة شعوب إيران الداخلية وفي معاداة العرب سيؤدي في نهاية المطاف إلى تدمير القومية الفارسية. نعم. طيب أعود إلى الأسئلة كلها غير معلومة عند العرب. نعم. لابد أن تكون معلومة ويعرف الناس. طيب هذا القصور، لو عدت إلى الأستاذ عبد العزيز المجيدي إن سمحت لي دكتور عمر، يعني هذا القصور في الأداء الإعلامي دكتور أستاذ عبد العزيز، يعني عدم وضوح الصورة بالنسبة للمواطن البسيط، استنهاض المذهبية داخل الوطن العربي ربما في بعض البلدان التي لم تعاني منها من قبل الإعلام الإيراني، كيف يمكن مواجهة مثل هذا الخطر الإعلامي من وجهة نظرك؟ إيران عندما قررت أن تخاطب النزعة الطائفية هي تعلم تماما خطورة هذا الأمر، هو بالنسبة لها عبارة عن جسر يمدها إلى داخل النسيج الاجتماعي في الدول العربية، لأن هناك أيضا طوائف متعددة، هناك أيضا شيعة موجودين في المناطق العربية، وأعتقد أن هناك أيضا قصورا في الجانب الإعلامي العربي وفي السياسات العربية أيضا فيما يتعلق باستيعاب هذه التنوع في استيعاب هذا التنوع والتعدد في داخل هذه الدول. يعني عندما إيران تقرر مخاطبة هذه النزعة هي تعرف تماما أنها ستخاطب أيضا شعور إلى حد ما ربما موجود في المظالم موجود لدى بعض الطوائف في بعض المناطق، لكن في نفس الوقت هي تجنب نفسها فكرة أن تدافع عن عرقية أو عن قومية. نحن نستطيع بشكل أو بآخر أن نشتغل على الجانب الآخر، علينا أن ننظر للمسألة باعتبارها أعتقد ضمن حقيقة الصراع أنه صراع عربي فارسي بدرجة رئيسية، هناك أحلام وإمبراطورية، أحلام إمبراطورية للدولة الفارسية تريد أن تصعد من خلال ما يحدث الآن، هناك أحلام تاريخية وهذه المسألة معروفة، وهي تشتغل عليها بطابع وصيغة طائفية لأنها تعرف أن هذه الورقة رابحة قادرة على أن تفكك المنطقة من الداخل وأن تهيئ لحالة من الهيمنة الفارسية على هذه الدول، لأن أيضا هذه الدول بنفس الوقت كما قلنا مرتبكة ليس لها رؤية واضحة، عندما تحاول أيضا أن تواجه هذا الخطر الإيراني لا تذهب موحدة، لديها أجندة متباردة حتى وهي تخوض الصراع، تريد أن تذهب إلى الصراع أيضا مقسمة، تعيد فرض المجتمع على تعريفه لمفاهيم احيانا تاخذ ابعاد سياسيه واحيانا دينيه، وهذا ايضا خطا كبير في الاداء السياسي العربي وايضا فيما يتعلق بالخطاب الاعلامي. نحن نستطيع ان نواجه ايران وخطورتها في المنطقه من خلال خطاب اعلامي قادر ان يركز على الاشكالات العميقه والكبيره الموجوده داخل المنطقه. نعم، عند فكره الخطاب الاعلامي استاذ عبد العزيز ان يجعل ايران قادر ان يعيد ايران الى حاله الدفاع بدلا من وضعيه الهجوم التي تاخذها الان في كثير من المناطق العربيه، مثلا فيما يتعلق بالازمه اليمنيه، لم نرى وسيله اعلاميه عربيه تتحدث عن حرب حقيقيه ايرانيه تخوضها داخل اليمن، وزير الدفاع الايراني في مارس 2015 تحدث عن اننا الان وصلنا الى العاصمه العربيه الى صنعاء ووصلنا ايضا الى باب المندب، وهو يتكلم بصراحه لانه كان قبل خمس ايام من حديثه كانت هناك عمليه عسكريه إيرانية أعلنت عنها الأجهزة الرسمية الإيرانية داخل اليمن، عملية عسكرية أمنية استعادة أحد المخطوفين الدبلوماسيين الإيرانيين. هذا جاء أيضا بعد فتح المجال الجوي للرحلات الطيران الإيراني وتتفقد الشحنات الأسلحة وعناصر الحرس التوري الإيراني، وهذا أمر لم يعد خافيا، لكننا لم نشاهد رغم كثافة التصريحات الإعلامية الإيرانية سواء من السياسيين أو العسكريين أو حتى المراجع الدينية بخصوص السيطرة على العاصمة العربية الرابعة، بخصوص الامتدادية الدعم والإسناد الذي تلقته جماعة ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وبالتالي يعني ما حصل هو شكل من أشكال التوهان، اليمن تتعرض لحرب إيرانية حقيقية داخل وما يجري الآن، وبالتالي لم نشاهد حتى وسيلة إعلامية تسلط الضوء على هذه النقطة، هناك حالة من عدم الوضوح في مشاهدة ما يجري. نحاول أن نواري بعض التفاصيل بعمومية بالغة وتبسيطية، لا ندخل في التفاصيل الحقيقية التي تشكل جوهر
العداء والخطاب الايراني الذي يبغى الذي يريد تعميق الاتصال على المنطقه ثلاث هذه المنطقه وبالتالي طرد جناح الطاووس الفارسي على المنطقه ووضعها تحت اطار هذا طبعا بتاكيد باسناد ودعم خارجي ولم ندخل في سياق التحليل فيما يتعلق ب القوى الدوليه التي ساهمت نعم عند هذه النقطه اسمح لي عند الخطاب الاعلامي استاذ عبد العزيز اسمح لي انقل هذه الفكره للدكتور عمر. دكتور عمر يعني بالنسبه للخطاب الاعلامي برايك ما هي اهميه السياسه الاعلاميه الموحده بين اليمن والخليج لمواجهه هذا الخطر الذي ربما فصله كثيرا الاستاذ عبد العزيز هو خطر يهدد ليس فقط اليمن وانما الوطن العربي برمته. لا انا في تقدير الشباب لابد من ان يكون هناك تنسيق ورؤيه، والرؤيه تعني تماما النظر الى ما يمكن ان نسميه المبادره الاعلاميه الكبرى، المبادره الاعلاميه الكبرى التي تشكل حاله انتقال حقيقي الى مستوى جديد من المواجهه. وهذا المستوى الجديد من المواجهه لا يتطلب فقط الرد ولكن يتطلب المبادره والمبادره بمعنى التكشف وكشف التركيبه الداخليه في ايران، هذا امثلة في غايه الاهميه. ليس في غايه الاهميه فقط لنا نحن الذين نعرف هذه التركيبه ولكن ايضا للذين للمخدوعين من العرب الشيعه العرب الموجودين في العراق وفي غير مكان او حتى بعض اليمنيين المتشيعين الان، هؤلاء جميعا لا يعرفون حقائق الاوضاع في ايران، وبالتالي هذه السياسه لابد ان تكون سياسه موجهه للنبش في الداخل الايراني لكشف التركيبه القائمه في ايران باعتبارها تركيبه قوميه متعدده وباعتبار ان العنصر الفارسي لا يمثل اكثر من 45% من عموم الشعب الايراني، وطبعا لذلك حتى هذه التسميه الاريه ذات النفس العنصري التاريخي تسميه لا علاقه لها حتى بتسميه الفرس التاريخي. نحن بحاجه الى هذه المساله اي ان يكون هناك اعلام عربي موحد في المستوى الممكن وفي المستوى المقبول وعمليا هو الان ممكن على مستوى كل المنطقه العربيه باستثناء الحاله العراقيه التي تنشز وتغرد خارج السرب المساله العراقيه المسلمة تحديدا والمساله السوريه الرسميه منكسره عمليا، لكن كل العالم العربي موحد فيما يتعلق بهذه المساله، وبالتالي فلتكن المبادره من الخليج والجيش من اليمن ايضا عنصر فاعل في هذه المبادره من خلال اولا اعاده تفعيل الاجهزه الاعلاميه في الداخل من جهه، ثم ايضا ان يكون هنالك رؤيه واضحه في كشف وتعريه الخطاب المتهافت. نعم إذن شكرا والهرف الكبير. نعم إن انتهى لدي الوقت للأسف دكتور عمر عبد العزيز، شكرا لك الأكاديمي والمحل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من دبي. عودة أخيرة لك أستاذ عبد العزيز، في دقيقة كان تحدث الدكتور عمر عن إمكانية إعادة فتح قنوات وأيضا إصدار صحف من المناطق المحررة، يمكن إعادة صحيفة الجمهورية من تعز وأيضا 14 أكتوبر من عدن، فتح القنوات الفضائية والإذاعية أيضا من عدن، برأيك ما مدى إمكانية ذلك وأنت تعيش في تعز؟ اعتقد ان هذه الجزئيه مهمه للغايه، في تعز المقاومه سيطرت على مناطق الوجود التي تواجد فيها صحيفه الجمهوريه، مقر اذاعه تعز والتلفزيون، ظلت هذه المناطق ظلت هذه المناطق فارغه لم يتم استثمارها حتى جاء الحوثيين مجددا وانسقوا المقر والمبنى، اعتقد بان مساله اعاده تشغيل الوسائل الاعلاميه الرسميه وايضا حتى افتتاح اذاعات وقنوات خاصه جديده هذا امر في غايه الاهميه ويجب ان يتوازى بنفس الوقت ايضا مع امكانيه تدريب وتاهيل القدرات، وهناك الكثير من القدرات الشابه القادره على صياغه خطاب قادر على ان يواجه هذه الحمله المضمونه لهذه الميليشيات وان ايضا يعري هذه يعري هذا الخطاب الطائفي الذي يغذي النزاعات العصبويه الاولى، وبالتالي هذه الوسائل قادره على ان تفعل الكثير، لكن هناك مشكله، هناك حاله من الاسترخاء ايضا لدى الحكومه ولدى السلطه الشرعيه، ليس هناك اهتمام بالجانب الاعلامي. اذا نحن من خلال هذه الحلقه نحاول الحقائق كما هي فقط، فما بالك شكرا لك استاذ دعايه وشائعات محترفة. استاذ عبد العزيز انتهى الوقت للاسف، شكرا لك، نحن نحاول ايصال هذه الرساله من خلال منبر قناه بلقيس ومن خلال برنامج المساء اليمني، شكرا جزيلا لك الاستاذ عبد العزيز المجيدي الكاتب والصحفي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعايه الله وامنه.